لو سمحت، أنا حلمت قبل يومين إنه حريم خوالي ثنتين هم أخوات، وكأنه في الحلم ثنتينهم يقولون لبعض لازم نروح وراها نشوف إيش في حياتها، كأني أنا مين؟ حطيتين كيف؟ كيف؟ حريم خوالي ثنتين هم حريم أخوات. خوالك. إيه، ثنتين هم أخوات في الحقيقة، أخوات. فكأنهم في الحلم يقولون لبعض، وكأني أسمع يقولون لازم نركض وراها نشوف إيش في حياتها. من كنت أنا انتي؟ حاطة إيه كنت أنا حاطة يديني ثنتينهم على قلبي وأركض لدرجة ما بيهم يشوفون إيش اللي في حياتي. انقطع الحلم الصباح وصحيت موجوعة، ورجعت يعني نمت العصر ونفس الحلم. عشب ولا متزوج؟ متزوجة أنت شديدة الغيرة على زوجك؟ جدا ها؟ جدا، يعني أقر عليه جدا. الله يعينه. طيب، الغيرة محمودة ومذمومة. الغيرة المحمودة اللي تدل على المحبة وتشعر المحبة، لكن الغيرة المذمومة اللي تملل الرجال من الحرمة وأي حركة تفسر خطأ. صح، صحيح، كان وقتها مفسرة كم حركة خطأ، يعني أنا كنت وإلى وقتها. متى؟ إيش؟ طيب وإلى متى يا أمي؟ إلى متى يا ما أمي؟ ترى بيمل الرجال. طيب، بس ما ماني عارفة كيف طيب أتخطى هالشيء، يعني طوري ما قد نفسك، عارفة. اقرأي، ادخلي دورات تتكلم عن هالشيء هذا، طوري نفسك والله العظيم. أنا أعطيك إياها من الأخير، ماني متخصص في مسألة الدورات اللي مثل هذه والكلام في مثل هالشيء هذا والاستشارات، لكن من الاخير ترى الرجال يمكن يمل بسبب الغيره الزايده والتشبث الزايد. حطيه شوي مساحه، ترى المساحه مطلوبه. بس ايش دخل حريم خوالي يعني؟ انا انت تغارين من لو تمرنا احلى من قلتي هذه تناظر زوجي. طيب، بس أمهم في الحلم كأنهم يقولون نبي نشوف حياتك، يعني أمهم يقولون طيب لبعض نبي نشوف حياتك مع حياتك. زوجك، قلبك انت تشوفين زوجي، قلبي زوجي حقي لي. يعني بس هذا التفسير؟ اظن الله اعلم. يعطيك العافية، شاكرا ومقدرة لك. يا اللي معنا في السناب.